بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التجويد المبسط في 5 دقائق. همزة الوصل. همزة الوصل هي همزة جيء بها للتوصل إلى النطق بالحرف الساكن، لأن العرب تقول لا يبتدأ بساكن، فنأتي بهمزة لنتوصل إلى نطق هذا الحرف الساكن. وهمزة الوصل هذه حكمها في التجويد أنها تسقط في وصل الكلام. انتبهوا، همزة الوصل تسقط في الوصل ولا تنطق، أما عند البدء بالكلمة فتثبت معنا هذه الهمزة، وقد يسميها بعضهم الألف. فكيف نبدأ؟ طبعا إذن في هذه الحالة، في حالة الوصل لا مشكلة عندنا مع همزة الوصل لأنها تحذف. يعني همزة الوصل في حالة الوصل لا إشكال فيها أو لا مشكلة في نطقها لأنها محذوفة أصلا. أما الذي ينبغي أن نعرفه، كيف نبدأ بهذه الهمزة عند بداية الكلمة إن بدأنا النطق بكلمة مبدوءة بهذه الهمزة؟ فنقول همزة الوصل يبدأ بها مضمومة إذا دخلت على فعل أمر ثالثه مضموم، كأخرج، أدخلوا. فلو بدأنا بكلمة أخرج فننظر الحرف الثالث اللي هو الراء نجده مضموم، فنبدأ بالهمزة مضمومة أخرج. ادخلوا، الخاء هنا مضمومة للحرف الثالث فنبدأ بالهمزة مضمومة. طبعا هذا في أكرر هذا كله في حالة البدء، أما في حالة الوصل فالهمزة هذه ساقطة. لو قلنا مثلا وقال تخرج عليهن، وقال تخ، فهنا سقطنا الهمزة في حالة الوصل. متى يبدأ بها مكسورة؟ يبدأ بها مكسورة إذا دخلت على فعل أمر ثالثه مفتوح أو مكسور. ففي حالتي الفتح والكسر يبدأ بالهمزة مكسورة، هذا بالنظر إلى الحرف الثالث، فعل أمر ثالث مفتوح أو مكسور. اعلموا، ارجعوا. فلو نظرنا إلى كلمة اعلموا نجد أن الحرف الثالث هو الألف مفتوح إعلا، وفي ارجعوا الحرف الثالث هو الجيم مكسور إرجي. ففي هاتين الحالتين نقول اعلموا ارجعوا. وأيضا يبدأ بهمزة الوصل مكسورة في الأسماء 7 المعروفة، وهي اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان. فلو هبدأ بهذه الكلمات في القراءة، لو هبدأ بهذه الأسماء 7 أقول اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، وهكذا. أيضا يبدأ بهمزة الوصل مكسورة في ماضي الخماسي والسداسي ومصدريهما، كابتغى، ابتغى، ابتغى. هذا خماسي فنبدأ بهمزته مكسورة ابتغى، ومصدره كذلك ابتغاء. استكبر، استكبار، استكبر. سداسي يبدأ بهمزة الوصل فيه مكسورة، وكذلك مصدره استكبار يبدأ بها مكسورة. طيب متى يبدأ بها مفتوحة؟ يبدأ بهمزة الوصل مفتوحة إذا دخلت على لام التعريف اللي هي آل، يعني كالعليم، الخبير، الحكيم، كل الكلمات البادئة بآل. فإذا بدأنا بهمزة الوصل في نطقها نبدأ بهذه الهمزة مفتوحة العليم. ولو أحببنا أن نطبق مثل هذا مثلا على قراءة بعض الكلمات، ولو نظرنا مثلا إلى سورة الفاتحة نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الحمد هنا فتحنا الهمزة الأولى
لأننا بدأنا بالإيه؟ بهمزة الوصل، فبدأنا بها مفتوحة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. هنا أسقطنا الهمزة لأنها جاءت في حالة الوصل. الرحمن الرحيم، الرحمن هنا أثبتت همزة الوصل وبدأت بها مفتوحة لأنها بدأ بها. إنما قولنا الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن هنا أسقطت همزة الوصل لأنها في حالة الوصل. مالك يوم الدين، يوم الدين هنا أيضا أسقطنا الهمزة لأنها همزة وصل. اهدنا الصراط، اهدنا الص، هنا أيضا أسقطنا الايه الهمزة لأنها في حالة الوصل. إنما لو هبدأ بكلمة الصراط أقول الصراط بفتح الايه الهمزة. وهكذا هذا بالنسبة لحكم همزة الوصل كيف يبتدأ بها. قلنا يبتدأ بها مضمومة أحيانا ومكسورة أحيانا ومفتوحة أحيانا بحسب ما تقدم من الشرح. جزاكم الله خيرا.